السياحه الجنسيه في المغرب. بوسبير بوسبير كي تروح انت لبوسبير، كيان بوسبير، دوله بوسبير، مملكه بوسبير، بوسبير المروك بوسبير. انا اتكلم على بوسبير، بوسبير اللي هي بوسبير، بوسبير بوسبيري انا، هذا هو بوسبير. انا كي نقول بوسبير هي بوسبير، خلاق بوسبير، بوسبير 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 فعلا موجوده. بوسبير بوسبير اللي بوسبير اللي دار، وبوسبير اللي ولا بوسبير احفاد بوسبير زريعه بوسبير، وبوسبير بوسبير لا لا بوسبير لا يهمنا من هذه القضيه سوى البوسبير. بوسبير 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 لماذا؟ لانها هي بوسبير. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى يعني. ف وزيد ثاني شيء اخر، كذبه اخرى يكذب فيها الاعلام المغربي على الشعب تاعو. قال لهم نيجيريا تراجعت على الاتفاقيه تاع الغاز. عاود نيجيريا الغات مشروع غاز الانبوب الجزائري النيجيري. عاود نيجيريا الغات مشروع انبوب الغاز الجزائري النيجيري. عاود وبالفرنسويه عاود نيجيريا انولي لو بروجي de le tuyau de gaz entre la Nigeria et l'Algérie. Sorry. Pipeline between Nigeria and Algeria is no. Sorry, I am very sorry. No. أنا الصراحة كتعجبني الريفية وكنفهم، أنا كنفهم شنو كيقولوا، لكن باش نهضر بها كتجيني شوية صعبة. لكن غادي نخليكم واحد بنت الريف ريفية بير هي اللي غادي تقولها عليكم. امخلاون سمعوا. وعلى نيبوش انتوبو جار نيجيريا تتزير. سمعتوا؟ أوبسوس يا عاود. أيا مخلاوني ويسلار دوغا تريخ الغاز نيجيريا. ها الغاز نيجيريا، هاتي الغاز نيجيريا، هاتي نيجيريا. وين شفت هذا الخبر نتايا؟ وين قريته؟ شكون اللي قال لك؟ الرئيس تاع نيجيريا قال لكم ولا شكون اللي عطاك المعلومة هذه؟ منين جبتوها؟ تم اليوم بالعاصمة المغربية الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بأنبوب الغاز نيجيريا المغرب بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميليكياري الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.